لكن في الحقيقة امبارح أكيد حضراتكم تابعتوا قرارات لجنة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم، وقرارات عليها علامات استفهام كبيرة صراحة. يعني لما تكون المبادئ والقيم والأخلاق بقى ليها تمن، يبقى لازم يبقى في علامة استفهام. لما يكون في حد أو شخص ما بقى أيا حد أيا كان من هو بيستخدم الجمهور للفتن وإثارة الفتنة بالتحديد في الرياضة المصرية وفي الشارع الكروي بالتحديد كمان، ويكون في عقوبات مادية فقط، لا يبقى في علامة استفهام. وفي الحقيقة في الوقت اللي كل الناس بما فيهم الدولة بتحاول بقدر المستطاع إن هي ترجع الجمهور للملعب، بنلاقي البعض بيعمل عراقيل أمام عودة هؤلاء الجماهير أو عمل عودة كل الجماهير الكرة المصرية. وإحنا بنتكلم هنا إيه؟ في العموم. تمام؟ معايا؟ مركز؟ ماشي. فبالتالي أنا لو عايز كمسؤول عايز إن الدنيا والحياة ترجع بشكل طبيعي وبشكل مميز، لازم يبقى عندي عقوبات رادعة. عقوبات رادعة اللي من خلالها مفيش حد يغلط تاني عشان الدنيا تمشي بالشكل المطلوب وبالشكل اللي بيتمناه كل الناس. نفسنا ان الجماهير الرياضية المحترمة تعود للملاعب وتؤازر وتشجع فريقها. تشجع فريقك مفيش اي مشكلة، لكن في كل الاحوال انت بالاسلوب ده لما بتدي عقوبات مالية فقط، لا انت كده بتخلي كل شيء مباح. هل الفلوس هي العقوبة الكافية لإرساخ المبادئ والأخلاق اللي قلت خلال الفترة الحالية للأسف؟ لا، في الحقيقة ده كان أول اختبار لجنة الانضباط، وواضح إن هما ما نجحوش في هذا الاختبار إطلاقا. لما يكون في إجراءات زي كده، في أمور حدثت عملت فتنة، عملت كلام كتير جدا في الإعلام الرياضي والشارع الرياضي المصري، تمام، لازم يكون عندك القرار الحاسم القوي عشان ما يجيش حد بعد كده يعمل نفس الموضوع ده. وانت دلوقتي ممكن بقى اي لاعب او اي حد يطلع يغلط يشتم، ما هو عارف ان هتبقى عقوبه ماليه، خلاص الموضوع بسيط، فلوس يعمل فلوس مقدور عليها. لكن بالطريقه دي احنا هنفضل زي ما احنا، مفيش اي جديد هيحصل. طب مفيش ردع، يبقى مفيش حياة حقيقية في الملاعب المصرية خالص. طالما في خوف في اتخاذ القرارات الحاسمة، يبقى هنفضل محلك سر زي ما احنا كده، مش هنتقدم ومش هيبقى في جمهور يرجع مدرجات. لكن بالتالي جمهور النادي الأهلي الواعي، جمهور النادي الأهلي الواعي لن ينجرف لكل هذه الأمور. جمهور النادي الأهلي الواعي والمدرك جيدا لحاجة الفريق ليه، لأنه العنصر رقم واحد. فبالتالي خلي بالك أنت كأهلاوي، خلي بالك العقوبات الخفيفة دي الضعيفة دي ممكن تغريك أنك ترتكب نفس الأخطاء. فلما هترتكب نفس الأخطاء هتحرم ناديك منك، اللي هو محتاجك تبقى في المدرجات، اللي محتاجك تساعده وتأذره وتشجعه بكل حماسه وكل قوة. وبصراحة جمهور الكرة المصرية بشكل عام، يا جماعة احنا نفسنا ان كل جمهور يركز مع فريقه، يشجع فريقه فقط دون التطرق والإساءة لأي فريق آخر. لأن كل هذه الأمور اللي كانت قبل كده أثرت على الكرة المصرية، شفنا المنتخب بقى سيء ازاي للأسف، وان شاء الله يعود يعني بكل قوته خلال الفتره الجايه. شفنا الملاعب دايما خاويه فارغه من الجماهير، ولما بيحضر بيبقى عدد قليل، عدد ما بيبقى صوته باين في الملعب، ما بيأثرش صوته، ما بيطلعش في الملعب، ده بسبب الشحن اللي بيحصل. لازم المسؤول يبقى على قد الكلمه، يبقى مسؤول فعلا، مسؤول في تصريحاته. اللاعب ايضا هو مسؤول، لازم تبقى مسؤول في تصرفاتك، لأن أنت بتبقى قدوة لشباب كتير.
فلما بتكون بتسيء لنادي معين او لشيء معين ايا كان ايه هو، فالبعض بياخد ان الامور دي بقت عاديه، لما القدوه بتاعتي بتعمل كده خلاص انا كمان هعمل كده، خصوصا الاعمار الصغيره من الشباب يعني. فانت لازم تعرف ان انت قدوه، ده في خصوص اللاعبين وخصوص المسؤولين، لكن فيما يتعلق به اصحاب القرار قرارات العقوبات لازم يكونوا اقوى من كده، لازم يكون عندهم عقوبات رادعه عشان الغلط اللي حصل ما يتكررش، لكن بالطريقه دي بالعقوبات الضعيفه دي لا، الغلط هيتكرر، مفيش اي حاجه هتحصل، هنفضل زي ما احنا. وفي كل الاحوال احنا بنطالب الساده الافاضل في الاتحاد المصري لكره القدم انهم يراجعوا كل الاسس اللي من خلالها بالتحديد في لجنه الانضباط، الانضباط مش اتحاد بس، كل يراجعوا كل الاسس اللي من خلالها بياخدوا القرارات التربويه والقرارات القويه اللي تقدر ان هي تردع كل من اخطا، وده شيء مهم قوي. وفي الحقيقه احنا لما بنتكلم هنا بيبقى مصلحه الكره المصريه. بالمناسبه دور الاعلام الرياضي المصري، دور الاعلام الرياضي المصري ان هو يساعد على عوده الجماهير ويساند الدوله في عوده الجماهير، ان هي موجوده عند الدوله في عوده الجماهير اه موجوده، لكن احنا اللي بنعطلها، احنا كمين كمسؤولين مش عارفين ناخد قرار قوي قرار رادع، انت بتعطل اراده الدوله. الدوله عايزه ترجع الجمهور المدرجات بشكل طبيعي، عايزه ترجع الحياه الرياضيه في مصر بشكل عام، لكن انت بقراراتك الضعيفه دي انت مش هترجع حاجه، انت كده مش بتساعد الدوله. فالوضع صعب، الوضع صعب. الاهم بالنسبه للنادي الاهلي انه لن يتنازل عن اخلاقه ولن يتنازل عن مبادئه وقيمه، ومش هينجر اطلاقا لمثل هذه التصرفات. النادي الاهلي بتكلم زي مين؟ مسؤولين، لاعبين، جماهير، مدركين جدا حجم المسؤوليه ومدركين جدا اهميه عوده الجمهور للمدرجات، والاهم بالنسبه لهم ان هم كجمهور النادي الاهلي يرجع المدرجات، فمش هينجروا لهذه الامور، مش هينجروا تماما للرد، مش هتفرغوا للرد، وهيركزوا بس مع فريقهم ازاي يساندوه وازاي يساعدوه لحصد الالقاب كما هو المعتاد، وان شاء الله يكون ابرز هذه الالقاب اللقب الافريقي دوري ابطال افريقيا، ده هيبقى بالجمهور. فانت كاهلاوي ما تركز مع من اخطا، لان ده ممكن يكون كمين ليك، ممكن يكون كمين ليك، لما تغلط هعاقبك بقى، هحرمك تاني من ان انت تحضر المدرجات او تحضر المباريات، تبقى متواجد في المدرجات.